اهلا وسهلا متتبعي قناه مطبخ وتدابير ساره ساره بوزيان. اليوم جيتكم بوصفه تاع الشربات بالياغورت، وصفه ولا اروع بنتها تحفه. دوك نجوزو مباشره على بركه الله للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنا ريتلامه، عندي حبيبه قارص كبيره نحيت لها العزاز ترابيتو بهذا الشكل. هنا بالنسبه للحلاوه ضيفوا كيما تحبوا، انا درت هنا 4 مغارف سكر اكبر. عندي 2 علب ياغورت بدوق الليمون. دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. هنا قسمت حبيبة القارص على 2 ونعصروها هنايا بهذه الطريقة. بسم الله نعصروها، لازم نحو كامل العصير تاعها. هنا بعد ما عصرت حبيبة القارص هنايا، هنا دوك نحي هاد العظام والخيوط وهاد اللب تاع الليمون ما نرميوهش، نحطوه هنايا في الطاس اللي نرحيو فيه العصير تاعنا اي الشربات. شوفوا البنات، هنا نحي هاد الخيوط العظام، علاه؟ باسكو يطلقوا لنا المروريه، يعني حنا نغارديو غير البلب تاع الليمون فقط بهذا الشكل، يعني اي عظم نحيوه. هنا راني نوريكم كامل في الخطوات. بعد ما نحيت العظام والخيوط هذوك البيوضه، هنا نديروا هذه اللبه هنا داخل الطاس ديالنا. نضيفوا لو زيست دو سيترون، اي مبشور الليمون بهذه الطريقه. نضيف السكر اللي قلت لكم 4 مغارف كبار، هنا تحبوا تضيفوا 5، تحبوا هنا من الحلاوه ترجع لكم. نضيفوا الياغورت تاعنا بهذا الشكل، ونضيف كميه تاع الماء. هاد المكونات اللي درناهم تدينا ريتلاما بالتمام والكمال. دوك نجيب البرا ديالي. هنا خلطوا المكونات تاعكم كامل مليح. الا كان عندكم بلندر خدموا بالبلندر احسن واحسن، ما عندكمش البلندر تنجبوا تخدموا بالبرا، راح يمدلكم نفس النتيجه. هنا بعد ما كملت الشربات تاعي قدمتها بهذا الشكل اللي هو موضح قدامكم. نقول لكم جربوا الوصفه هذه ما راحش تندموا عليها، احسن واروع شربات. نقولكم صحة فطوركم، تهلاو في رواحتكم. سلام سلام.